دلوقتي هنرجع مع حضراتكم مرة تانية لزميلتنا هالة الحملاوي، نعرف منها موجز لأهم وآخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. تفضلي يا هالة. شكرا، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استقر على استمرار عملية التدوير بين اللاعبين خلال مباراة سموحة بكرة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري. وبيفكر كولر في استمرار سياسة التدوير بين اللاعبين علشان محدش يتعرض للإرهاق قبل مباراته الهامة ضد الرجاء المغربي يوم السبت الجاي ضمن ذهاب دور الثمانية في دوري الأبطال الأفريقي. فاز البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أمام طلائع الجيش خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد القاهرة في ختام منافسات الأسبوع 25 من الدوري المصري الممتاز. جاء هدف البنك الأهلي الأول في الدقيقة 25 عن طريق المدافع خالد سطوحي بالخطأ في مرماه، بينما أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد ما استغل خطأ محمد شعبان حارس المرمى اللي فشل في تشتيت الكرة. ونروح لدوريات الأوروبية، والبداية مع الدوري الإنجليزي وفريق مانشستر سيتي اللي فاز على ليستر سيتي 3-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي مانشستر سيتي حافظ على المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 30 مباراة بفارق 3 نقط عن أرسنال، وفريق ليستر سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من 31 مباراة. فريق أستون فيلا فاز على نيوكاسل يونايتد 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد فريق أستون فيلا للنقطة 50 في المركز السادس، ونيوكاسل يونايتد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة. ونروح للدوري الأسباني وفريق ريال مدريد اللي حقق الفوز على فريق قادش 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في الجولة 29 من الدوري الأسباني لكرة القدم. بالنتيجة دي ريال مدريد في مركز الوصافة ب 62 نقطة، قادش في المركز ال 15 برصيد 31 نقطة. وفي الدوري الإيطالي فريق نابولي اتعادل سلبيا مع هلاس فيرونا في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023. بالنتيجة دي بيواصل فريق نابولي تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا برصيد 75 نقطة بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقي لاتسيو وهلاس فيرونا في المركز 18 برصيد 23 نقطة. وفي الدوري الألماني اتعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه هوفنهايم بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الألماني بوندسليغا. بالنتيجة دي بيحافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 59 نقطة، وهوفنهايم في المركز 13 برصيد 29 نقطة. الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس عالميا للرجال السكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثالثة سيدات، اتأهلوا للدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة واللي بتستضيفها مدينة بيرمنغهام الإنجليزية خلال الفترة من 9 ل 16 إبريل الجاري.